وصفة اليوم وصفة لذيذة والحشوة راح تحبونها. عندي نص قالب زبدة على النار، حطيت عليه بطاطين كبار فريش، قطعتهم وحطيتهم بهالشكل. أغطي الجدر شوية علشان البطاطي يستوي. كثير يقولون شلون تعرفين أنه استوى؟ كم دقيقة؟ في اختراع اسمه شوكة، وبالشوكة نعرف درجة النضج. خلص البطاط، راح نحط عليه بصلة كبيرة مبشورة، بصلة بيضة، ونحركه معاه لغاية ما يتكرمل البصل ويتغير لونه مع البطاط. بعدها راح نحط ملح وفلفل أسود، بس هذه التوابل اللي راح أضيفها. عقبها راح نرفع المقلة من على النار ونضيف لها كوبين من جبن الشدر المبشور وملعقة كبيرة من ديجون ماسترد. هذا كله راح أخلطهم على البارد. علبة صغيرة من الجيمر، يعني يعادل نص كوب جيمر، وملعقتين كبار من البقدونس المفروم، خلطة ولا مثلها. نخلط. عقبها عندنا البف باستري، راح نحشي قطع البف باستري بحشوة البطاط ونسكرها باستخدام الشوكة بهالشكل. ندهنها طبعا بالبيض ونسوي فتحات، وبعدين ندهنها بالبيض وندخل الفرن على درجة حرارة 180 لغاية ما يتغير لونه ويصير أشقر. ما تتصورون شلون الوصفة طلعت لذيذة. اللي بقى من البطاط سويت فيه سبرينج رول من كثر ما هو لذيذ.